صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قوله تعالى: الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون الآية، يقول: فهل هذه الآية خاصة بمصيبة الموت أم أنها عامة في كل مصيبة؟ اقرأ الذي قبلها: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة، يعني من هذه المذكورات. الآية عامة جميع المصائب. نعم.